السبي الحسني العلوي في خضم هذا الصراع الواقع ما بين عندنا تنشوفوا جوج جامعات، وانت كقيدوم ديال هذه اللعبه وعاصرتي مجموعه ديال الرؤساء، شنو هو الراي ديالك؟ اولا سميتو شي شبيه حسني محمد علي، في نفس الوقت راني رئيس اتحاد التوارقه كره الطاوله، وبحكم تجربتي اللي خدمت مع تقريبا الرؤساء ديال الجامعه، مع الشيخ الحاج حميدي، مع الشيخ عبد الله، ومع الحجي مركين، ودابا مع سي عبد الكريم الصواف. الفرق اللي لقيت هو ان الجامعه القديمه اللي كان فيها الشيخ حجي مرقيد، المشكل اللي كان فيه هو ان دابا لحد الان كيشكل واحد المشكل كبير، لان كاين واحد الناس اللي هو عينهم رؤساء عصب ومازال ما عندهمش فرقه، كاين شي وحدين اللي عينهم اعضاء جامعيين وعاد عينهم رؤساء عصب، وهذا مشكل. ممكن تعطينا الاسماء؟ بحال السي البرنوسي داروا عضو جامعي عاد داروا رئيس عصبه. نعم، انا القانون اللي كنعرف هو ان باش يكون في العصبه خصو على الاقل يدوز عامين في العصبه ديالو، من بعد ملي كيدوز عامين في الفرقه ديالو باش كيولي في العصبه كيخصو يدوز 3 سنين في العصبه باش عاد يولي في الجامعه، بمعنى ان خصو يكون دوز على الاقل 5 سنين مع الفرقه ديالو. الشي البرنوسي مازال ما كملش العام وداروا راي داروا عضو جامعي، ومباشره من بعد شهر من بعد داروا رئيس عصبه. والمشكل الكبير هو ان الشي البرنوسي داروا رئيس عصبه عاد دانييرمون داروها لو 3 ديسمبر يوم عالمي للمعاقين، وكنقول مبروك المعاق برنوسي، ولكن المشكل اللي كاين هو ان عينو رئيس عصبه السيد ما عنده حتى علاقه مع كره الطاوله، ما عنده حتى علاقه مع كره الطاوله، حاجه الاولى. حاجه الثانيه، النادي ديالو انا نتحداه الا كان عنده شي لعاب اللي يلعب ولا اللي يغلب شي واحد من الدوزيام ديفيزيون، كما كنعرفوا حنا الفروق ديال البرومي ديفيزيون كيكون على الاقل عندهم كلهم وحدك على الاقل مدوزين 20 عام ديكزيستونس، 20 عام هما موجودين. دوزيام ديفيزيون على الاقل عندهم 15 عام ديكزيستونس، ترويزيام ديفيزيون عندهم تقريبا 5 سنين حتى 10 سنين ديكزيستونس. سي البرنوسي اللي عاد تخلق ونديروه في الجامعه ونديروه في العصبه، كيف يعقل هادشي؟ هذه من جهه، من جهه اخرى كيف يعقل ان السيد الرئيس سابق ديال الجامعه هو اللي يجي هو اللي جا للدار البيضاء باش يدير عصبه جديده، وما عايش الفروق اللي مهمه بحال الوداد بحال الرجاء بحال بعض فروق اخرين اللي هما في الدار البيضاء، معيط الفروق اللي عاد خلقهم جداد وقال لهم انتوما غادي تشكلوا العصبه، هذه ماشي منطق. وزياده على هادشي هو ان سمعت بان جا واحد النهار وحضر الجمع العام ديال الرجاء البيضاوي وهو اللي عين الرئيس ديال الرجاء البيضاوي بدون علم مكتب مديرية الرجاء، بدون علم السلطات الى اخره. واش رئيس الجامعه هذه اولا ماشي مهمه ديالو، ثانيا هو ما عنده حتى شي دخل في الرجاء، ثالثا حجي مرقيط ما بقات عنده لا فرقه، ما بقاش كينتمي لا الفتح ولا حتى شي فرقه، اذا حنا ما بقيناش قابلين واحد الرئيس اللي اولا ما عنده حتى شي صله مع كره الطاوله، وثانيا ما عندوش الكفاءة باش يبقى رئيس، حيت ما بقاش من الاتحاد الفتح الرياضي. إذا هذا نداء، الاتحاد الفتح الرياضي طردو من الفريق. هذا نداء لمن تتوجهو؟ نداء كنوجهو لوزارة الشباب والرياضة. سي حجي مرقيد ولا سي صباطة ما بقاوش كينتميو للجامعة، ما بقاوش كينتميو للفتح، طردوهم من الفتح بحكم الاختلاسات الأموال اللي داروا في الفتح والمشاكل اللي خلقوا الفتح، ما بقاوش كيشرفوا الاتحاد الفتح الرياضي. هذا الشيء علاش؟ جرى عليهم بهذا التعبير، هذا جرى عليهم اتحاد فتح الرياضي مكتب مديرين بطبيعه الحال، حيت لقاو عندهم مشاكل واختلاسات الاموال. واتحاد فتح الرياضي عنده بالماريس قديم ومشهور ومعروف بتربيته وبالتقديم ديالو، ولهذا لا صباطه ولا مرقيط ما كيشرفوش اتحاد فتح الرياضي. سي سبيه شكرا لك.